أحمد البرغوثي.
صوت صوت فيش صوت. حبيت شعر حلمنتيش هسه بيطلع لك. صوت صوت قصيدة كتبتها واخر الفصل الاول الماضي بعد امتحانات الفاينل كنت ادرى يعني القصيدة اسمها في التكنو. مررنا على دار العلم فردنا عن الدار جامعة العلوم ونورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في التكنو حين تدخلها؟ ترى كل ما لا تستطيع اغتياله إذا ما لمحت بالشارع البنكاري بوابتها وما وما كل طالب حين يلقى جامعته يسر، ولا كل المفصولين يضيرها. فإن دخلتها فرحا فليس من دخلها مأمونا، متى تبصر التكن الجميلة بطلابها فسوف ترى عينيك الانفصام حيث تديرها. في التكن نردل من هنا بريء من كتبه، يفكر في قضايا جازت بين الكتب أو تامل النجوم. في التكن مدرس جاء من المريخ الأعلى، جاء يفكر طلاب الكهرباء في ظهورها يبكر معه فيغرق حالهم كحال بقية، ولكن لكل مجال أسرار. التكنو أسطور حتى أغسل تلك الشجرة، طالب نزع قميصه اضطرارا أبيض اضطرارا، وآخر يلعب مع قطة سوداء جاءت بالخطأ إلى جهنم الأرض، وقافلة